انطلقت فعاليات البرنامج القطري لمصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. يقوم البرنامج على 5 محاور تشمل 35 مشروعاً لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إطلاق البرنامج القطري لمصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي يعد برنامج وطني، كما تعد مصر الدولة الرابعة في وضع وإعداد برنامج قطري بالتعاون مع المنظمة، بما يتيح لها الاستفادة من الدعم الفني في كل المجالات ويساعد في تحسين مكانتها في مختلف المؤشرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. احنا لما حطينا هذه البرنامج الوطني كان مهم ان انا البرنامج ده يكون له ربطه مع مؤسسه دوليه، يكون في دوله بتقول لي او جهه بتقول لي السياسات اللي اتحط دي سياسات سليمه تتفق مع المعايير والاسس الدوليه، فلجانا الى افضل مؤسسه في مجال الاصلاحات الهيكليه وهي منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه، بتقدم لنا الدعم الفني، تقدم لنا الارشادات الكافيه سواء كان في مجال التحول الرقمي، في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال سوق العمل، في مجال الحوكمة. البرنامج القطري قائم على 5 محاور بها 35 مشروعا متمثلة في محور النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومحور الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث خاص بالحوكمة ومكافحة الفساد، إلى جانب محاور الإحصاءات والتنمية المستدامة. المنظمة دي هي منظمة بتدعم السياسات الجيدة، وإحنا كنا كدولة مصرية من زمان مع المنظمة في مجالات عديدة. يمكن من حوالي 2 سنين احنا فكرنا علشان يبقى في تكملة للإصلاح الهيكلي واللي موجود في مصر ان يكون في تعاون مع المنظمة لدعم السياسات. التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يأتي متسقا مع جهود الإصلاح الاقتصادي بالدولة وفي إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يساهم في إعداد الدراسات المشتركة بين الجانبين والتي تساعد على متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.